قائد الجيوش الفنان أهم قادة الحرب العالمية الثانية ولد أدولف هتلر. السلام عليكم إخواني أخواتي في درس وحلقة جديدة اليوم على قناتكم ديزاتك. في درسنا اليوم سوف نشرح عملية إنشاء فيديوهات مثل الفيديوهات التي تقدمها قناة هل تعلم وقناة ثقف نفسك، المرفقات التي نحتاجها لإنتاج هذا الفيديو، برنامج الفوتوشوب لتحرير الصور، ونحتاج أيضا إلى برنامج من برامج المونتاج. أنا أتوفر على برنامج فيلمورا النسخة رقم 9. يمكنك استعمال أي برنامج خاص بالمونتاج مثل برنامج كامتازيا وبرنامج سايبرلينك وما إلى غير ذلك من البرامج الكثيرة الخاصة بالمونتاج. نحتاج أيضا لصور تكون قابلة لإعادة الاستخدام أو إعادة التعديل، سوف نرى كل هذا في الشرح. نحتاج أيضا إلى مقطع موسيقي خال من حقوق الطبع والنشر، ونحتاج أيضا إلى برنامج أوداسيتي شهير لتسجيل الصوتيات، ونحتاج أيضا نصوص تكون خالية من حقوق الطبع والنشر أيضا تكون من إنتاجك. لن أطيل عليكم لنتابع الشرح. نذهب إلى المتصفح جوجل كروم ثم إلى الموقع google.com. في خانة البحث نكتب يوتيوب ليبراري. يقوم اليوتيوب في أوديو ليبراري بتجميع مقاطع موسيقية يمكنك استعمالها في المحتوى الخاص بك على اليوتيوب. نختار على سبيل المثال هذا المقطع الموسيقي نقوم بتحميله. ثم أيضا نتوجه إلى google.com وفي خانة البحث نكتب أدولف هتلر، ثم نختار صور، ثم نضغط على الأدوات. من القائمة التي تظهر لنا نذهب إلى حقوق الاستخدام، ثم نختار الاختيار الثالث المصنفة على أنها قابلة لإعادة الاستخدام. نختار على سبيل المثال هذه الصورة الأولى، اختار الصور كما تريد. بعد اختيارنا صور وتحميلنا المقطع الصوتي نذهب الآن لإنتاج النص. سبق لي وأن كتبت هاتين الجملتين. نفتح برنامج الأدوب فوتوشوب، ثم نختار موضوع جديد. نختار المقاييس على سبيل المثال 600 على 150. نقوم بنسخ ولصق النص في برنامج الأدوب، نقوم بالتعديل عليه قليلا كما تلاحظون. ثم نقوم بنسخ ولصق الجملة الثانية، ثم نضيف إليها بعض التعديلات كالتعديل على المقاييس والألوان وما إلى غير ذلك. ثم نقوم بحفظ النص بصيغة البي ان جي، ثم نكتب هتلر على سبيل المثال، ثم سطح المكتب، ثم نضغط على سيف أو ريجستري أو حفظ، ثم نضغط على أوكي. إذن أصبح لدينا صور ومقطع موسيقي والنص، بالإضافة إلى المقطع الصوتي الذي سجلته عن طريق برنامج الأوداسيتي سابقا. الآن نفتح برنامج المونتاج، ثم نقوم بتحديد كل المرفقات ونضعها في برنامج المونتاج. والآن نلصق الصور في شريط الفيديو الخاص كما تشاهدون، ثم نضيف النص فوق الصور بهذه الطريقة، ثم نقوم بتعديل على النص. يمكنك وضعه في الأسفل أو في الأعلى أو في الوسط كما تريد. والآن نضيف الصوت الذي سبق وأن سجلناه في شريط الصوتيات، ثم أسفله مباشرة نضيف المقطع الصوتي. الآن
الآن نقوم بالتعديل على الصورة. نختار مباشرة فوق الصورة، نضغط بالزر الأيمن على الفأرة، ثم نختار ريكادري إيزومي، ثم من القائمة التي تظهر لنا نختار بانوراما أند زوم، ثم نقوم بتوجيه عملية الزوم إلى الوجه على سبيل المثال في هذه الصورة أيضا. والآن أصبح لدينا الفيديو بهذا الشكل. الفنان أهم قادة الحرب العالمية الثانية. ولد أدولف هتلر في سنة 1889. إذن نضيف على الفيديو أيضا بعض التعديلات. سنملأ المكان الفارغ هنا الذي هو باللون الأسود. نذهب إلى Effects، نربط بين صورتين أولا في Transition، سوف يصبح لدينا الفيديو بهذا الشكل. ثم ملء الفراغ الأسود عن طريق اختيار Effects. يمكننا التعديل على الصوتيات أيضا. إذن هكذا أصبح لدينا الفيديو بهذا الشكل. قائد الجيوش الفنان أهم قادة الحرب العالمية الثانية. ولد أدولف هتلر في سنة 1889 في مدينة برناو النمساوية وسط عائلة بسيطة. الآن نقوم بإخراج الفيديو عن طريق الضغط على إكسبورتي، ثم نختار الصيغة MP4 لأن اليوتيوب يقوم بدعم هذه الصيغة لأنها تكون ذو جودة عالية ومميزة. هنا نكتب اسم الفيديو على سبيل المثال تيست فيديو، ثم في All Registry Show في حفظ الفيديو نقوم باختيار سطح المكتب. ثم نضغط على Export. الآن سأقوم بإيقاف التسجيل حتى يكتمل إخراج الفيديو في سطح المكتب. بعد اكتمال إخراج الفيديو نقوم مباشرة بالذهاب إلى سطح المكتب، نضغط على الفيديو الذي أنتجناه ونرى النتيجة. قائد الجيوش الفنان أهم قادة الحرب العالمية الثانية. ولد أدولف هتلر في سنة 1889 في مدينة برناو النمساوية وسط عائلة بسيطة. إذن هذا كل ما كان في درسنا اليوم في درس وحلقة قادمة إن شاء الله. إذا أعجبك الفيديو يرجى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس والضغط على زر الإعجاب ليصلك كل جديد.